والمزيد من القراءة والتحليل ينضم إلينا من اليمن مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسبي. مرحبا بك إياد. بداية، ما آخر التفاصيل لديك بشأن النقاط التي تم استهدافها من وحجم الخسائر التي واجهتها الضربات الأمريكية البريطانية لبعض النقاط الخاصة بالحوثي؟ صباح الخير. في الحقيقة لم نستطيع تحديد حجم الخسائر أو الكشف عن ما إذا كانت هذه العمليات أوصلت نتائجها أو لا، لكن ما هو متاح هو بيان المركزية الأمريكية وأيضا مصادر محلية وشهود عيان الذين أفادوا عن وقوع ضربات أو انفجارات سمع عدويها بشكل كبير شمال صنعاء، تحديدا في قاعدة الديلمية العسكرية. كان هناك ثلاث غارات أو ثلاثة انفجارات بشكل كبير، سمع السكان ذويها إلى كافة يعني أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء. بيان بالنسبة للبيان المركزي الأمريكي، وتحدثوا أنها وشنت القوات الأمريكية ضربة ضد مواقع رادار تابع للحوثيين. هذه الضربة تم تنفيذها بسفينة USS كارني باستخدام صواريخ توماهوك، وكانت مثابة جيران متابعة الهدف عسكري مرتبط بالضربات التي شنتها في 12 يناير بهدف إضعاف قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، بما في ذلك السفن التجارية. هذه الأخبار وهذه الضربات بالطبع هي تتحد من قدرة الحوثيين، لكن هناك يعني تضارب، هناك يعني عدم يعني عدم وضوح للمعلومات، عدم وضوح المعلومات، وأيضا عدم يعني كفاءة هذه الضربات. الكثير يرى أن هذه الضربات لن تثني الحوثيين عن مهاجمة السفن ما لم يتم يعني فتح المجال للقوة. يعني أنتم حتى هذه اللحظة لم تلمسوا حجم الخسائر بالفعل، يعني الخسائر على أرض الواقع هي أمر يعتبر شبه مبهم بالنسبة لكم. نعم، وأيضا كذلك الكثير يقلل من هذه الضربات، يعني إنها هل ستستطيع أن تحد قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن أم لا، هل هذه الضربات ستحد من قدرتهم، لكن هذا الأمر بتروح الأيام القادمة. نعم قطعا، الحوثيين نزلوا أمس، تم استهداف سفينة بصاروخ باليستي تم إطلاقه أمس مع مساء الأمس، وبالتالي فإن هذه الضربات ربما لن تؤدي أي من النتائج. نعم، وهل من أي تصريحات صدرت مؤخرا من قادة في جماعة حزب الله الحوثي؟ لا يوجد أي تصريحات إلى اللحظة، سوى ما تم تناقله عن يعني بعض وسائلهم تحدثوا عن هذه الضربة وعن هذه الانفجارات التي حصلت، كذلك المواقف التي رصدناها أمس من قاداتهم العسكريين الذين حددوا بأن الرد سيكون قوي، وحددوا بأنهم سيستهدفوا المصالح الأمريكية في المنطقة وأنها تحت ضرباتهم وتحت يعني في القريب العاجل سيتم الرد على هذه الغارات. لكن كان هناك بالأمس فعلا تحرك للحوثيين بقصف سفينة في البحر الأحمر، لا نعرف هل تم استهدافها بشكل مباشر أم لا. كذلك كان هناك حديث عن انفجار حدث في مدينة الصيدة الساحلية أمس بعد صلاة العشاء تحديدا، كان هناك انفجار حسب شهود عيان، لا يعرف أحد ما إذا كان هذا هو ناتج عن قصف أمريكي أم أنه نعم. لذا هنا سأسألك، يعني لفت انتباهي خبر يقول عن مسؤولين لرويترز أن الجيش الأمريكي ينفذ ضربة أخرى في اليمن، يعني هل ربما تكون هذه الضربة المقصودة مثلا؟ الأمريكان تحدثوا بشكل صراحة أنه طالما هناك استهداف حوثي أو استمرار الاستهداف الحوثي للسفن التجارية بأن هناك ضربات رادار، يعني أن العمليات ستتسع في الأيام القادمة وقد لا تتوقف إذ ما توقف الحوثيين عن محاولة الاستهداف أو محاولة
الرد على السفن الأمريكية. الحوثيين لن أكدوا مرارا أنهم مستمرون في عملياتهم وسيقصفون المصالح الأمريكية، بمعنى أن هناك العمليات لا زالت قائمة ومستمرة حتى ولم تخلف هجمات ميليشيات الحوثية أضرارا بشرية أو أي ما على البحر الأحمر، لكن ستكون هناك أيضا ضربات أمريكية، وهناك بنك أهداف بالنسبة للأمريكيين والبريطانيين في المرات القادمة بحسب تصريحاتهم وبحسب ما تم يعني طرحه بالنسبة لمسؤولين. قطعا سنتواصل معك مرة أخرى للتعرف على آخر تصريحات الحاصلة والمصدر الرئيسي من الداخل اليمني. أشكرك شكرا جزيلا مراسل القاهرة الإخبارية إياد الموسمي.